شارك إدارة الطوارئ الطبية في ملتقى كيفية التعامل مع الحوادث الكيميائية والإشعاعية والحوادث الكبيرة اللي يتعامل معها الفني طوارئ الطبية المتقدم والفني من أبطال ومنتسبي إدارة الطوارئ الطبية لكيفية التعامل مع الحوادث الكبيرة. هناك أجهزة سواء في الاكتشاف للمخاطر، هناك وسائل وقاية شخصية حديثة، هناك تناغم في عملية الاتصال، في مزيد من التوجه الرقمي على حساب الورقي. لابد من تدريب أفرادنا للوصول إلى هذه إضافة بشكل واضح لصالح الجو العام. احنا نتعامل مع كل الاحتمالات بلا تردد، وهذا حقيقة من باب الجهوزية. حتى هذه اللحظة تخرج عندنا من دورات الحادث الكبير والاستعداد للطوارئ حوالي 400 منتسب من إدارة الطوارئ الطبية. لماذا هذا الموضوع؟ لأننا نعتقد جزء من اكتمال مهارة وإعداد أي منتسب أو فني طوارئ أن يكون عنده وعي آخر، يخرج من قبعة التعامل مع حالات فردية إلى أنه يكون جزء يسند ويعزز دور الفريق في التعامل مع حادث كبير أو شيء من هذه الأشياء. في حالة الطوارئ المصدر الرئيسي اللي يجب استقاء المعلومات منه هي المصادر الرسمية، وإحنا محظوظين بوجود تناغم ما بين وزارة الصحة، ما بين مظلة الدفاع المدني، ما بين وزارة الإعلام. أهما وجربناهم في أثناء كورونا من أنه أهما اللي يعطون المعلومة وهم يتابعون تنفيذها وهم يبذلون كل ما يستطيعون لحماية المجتمع، كما هم حريصين على حماية الفريق الأول اللي هو يتعامل بشكل مباشر. طوارئ طبية احنا الخط الاول، نريد حقيقة ان نستمر ونحقق الاستدامة في تدفق المعلومات من اكثر من زاوية، من اكثر من خبرة، لنصنع فرقا لحماية المجتمع وان نكون جزء من امن وسلامة المجتمع، لان في النهاية الكويت تستاهل. انصح الكل ان شاء الله بالفترة القادمة ومع تحسن الجو ان نزاول الرياض لتحسن الاداء الوظيفي لاعضاء الجسم الانسان، ويكون عندنا مفهوم الأكل الصحي، وهذا شيء واجب على الكل. وأنا أتمنى إن شاء الله جميع الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت الحصول عليها في كافة الأمور المطلوبة لصحتهم. ونشكر لهم هذا الملتقى، ونشكر الدكتور أحمد الشطي وجميع المشاركين في هذا الملتقى.